السلام عليكم، كديرين؟ كلشي بخير، لاباس عليكم؟ في امان الله كلشي مزيان. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش دعموني بواحد اللايك وبواحد الاشتراك باش ديما يوصلكم الجديد ان شاء الله. في هذا الفيديو هذا تتمه ديال الفيديو اللي من قبل اللي غتلقاونا في الخانه البيضاء، ها هي التتمه ديالو بالنسبه للريديتو ديال شيتا دينانسا اللي هو غيوصل حتى 780 اورو بالنسبه للناس اللي هما ما خدامينش. 780 اورو شنو هما الشروط ديالو؟ الشروط ديالو هو على الاقل خص تكون عندك 10 سنوات هنايا، يعني السكن 10 سنوات، وتكون عندك بطاقه كارتا سيجورنو يعني البطاقه الدائمه، ولا تكون عندك الجنسيه. الا كانت عندك الجنسيه راهي كفيره، كلشي هو داك. تكون عاوتاني عاطل على العمل، وعندك الدخل قل من 780 اورو، يعني تكون ما خدامش، او لا يكون عندك الدخل قليل، مثلا كتخدم غير ساعات قلال، المهم كتعداش ديك 780 في الشهر، وما تيوصلوا لك 780. مثلا الا كنتي تاخذ 300 اورو غادي يزيدوك 400، و مثلا كنتي تاخذ 500 غيزيدوك 280 اورو بحال هكايا، فهمتي؟ ديما حسب، يعني غيوصلوا لك 780 اورو ديالك اللي تقدر تعيش بها. هذا هو الحد اللي دايرينو، الدعم اللي دايرين هو هذا، يوصل لك يوصلوا لك يعني 780 اورو، هذا اللي كاين. والاستفاده ان شاء الله غادي تكون من تبدا من شهر 3 ان شاء الله، الناس الطلبات غيبداو يدفعوا من شهر 3، يبداو يدفعوا. الاستفاده غتبدا في شهر 4 ان شاء الله، 4 في شهر 4 ابريل ان شاء الله. والاستفاده غادي تكون لمده 18 شهر وتوقف شهر عاوتاني، وتبدا عاوتاني 18 شهر اخرى. وغادي نديرو حتى تطوير ديال هاد سميتو ديال الطلبات، غادي نديروها يا اما في الانترنت، ممكن تدفع الطلب ديالك في الانترنت، ولا غادي نديرو ابليكاسيوني من بعد، غادي نشرحها ان شاء الله مستقبلا، نشرحها كيفاش ممكن تعمر الطلب ديالك في الانترنت بلا ما تمشي، اولا تمشي للكاف مثلا النقابات، ولا تمشي للبوستا، ممكن تعمر في الكاف يعني في النقابة وتدفع في البوستة، وغادي نعطوك بطاقة يعني كارتا اللي تقدر تيري بها الفلوس. ماشي تيري بها الفلوس، ولكن الفلوس ما يمكنش تيريهم، تيري تقريبا عندك حق دويتشين تويرو، وشي الاخر ممكن تخلص به التقضية ولا تخلص به فاتورات، هذا اللي كاين. وحد قضية نقولها لكم بالنسبة للناس اللي يعني تتعمد يبغي مثلا هو عنده شي دخل وتيبغي يتعمد يدفع عاوتاني، ولا المهم كيتحيل على القانون باش يستافد من الدعم. القضيه راه فيها عقوبات كتوصل حتى ل 6 سنوات، كتوصل حتى ل 6 سنوات ديال الحبس، المهم فيها عقوبات، وكترجع داكشي اللي خديتي. وباش مزيانه هاد الدعم هذا هو انهم غاديين يضطروا باش يقلبوا لك على خدمه، يقلبوا لك على خدمه ثلاثه مرات، يتصلوا بك المهم ثلاثه المرات يعيطوا لك باش تخدم. الا ما خدمتيش في المره الاولى اللي يعني يقلبوا لك في واحد المنطقه ديال 100 كيلومتر، و الا ما قبلتيهاش من بعد 3 شهور ولا من بعد 6 شهور يعاودوا يعيطوا لك عاوتاني، يقلبوا لك في 250 كيلومتر. الا ما قبلتيش الثانيه وما قبلتيش الثالثه غيحيدوا لك الدعم، يعني هذيك 780 اورو ما غاديش تبقى تشدها. هذا اللي كاين، و يعني هادشي اللي كاين، وان شاء الله الا كان معلومات جديده ان شاء الله راه غادي نفيدكم ان شاء الله بحول الله. وها هو هذا، تبارك الله عليكم، اسمحوا لي شويه راني مريض شويه. يلا تبارك الله عليكم، السلام عليكم.